أو كمدخل أيضا. اللحظات الأولى تلقيت فيها خبر اختيارك كرائدة فضاء سعودية، نعيش معك هذا الجو، وكيف كانت ردة الفعل بالنسبة لك؟ والله أستاذ حسن كان بالنسبة لي يوم استثنائي في حياتي، يعني يوم ما تلقيت الخبر أنا إلى الآن أعجز أني ألاقي كلمات توصف شعوري هذاك الوقت، حماس، تفاؤل، فخر، اعتزاز، يعني بحاجة أحسها تفوق الوصف، يعني أحس كأني أتذكر الموقف كأنه صار أمس، يعني كنت مستعدة لابسة البالطو حق المختبر حقي وخلص طالعة من البيت رايحة على دوامي، فوصلني اتصال يعني فرديت، طلع الاتصال من الهيئة السعودية للفضاء، فأول ما كلموني قالوا لي ريانة أنت الآن صرتي أقرب للحلم، مبروك تم اختيارك كأول رائدة فضاء سعودية تذهب لمحطة الفضاء الدولية. يعني الجملة لحالها خلاص، يعني صرت ماني عارفة دحين أروح الدوام ولا أخذ إجازة، لأن الآن رائدة فضاء أو باحثة، ما صرت عارفة يعني كيف أتصرف. أنا بحكم عملي في مستشفى الملك فيصل التخصصي أنا أسكن في الرياض وأهلي في جدة، فأحد الأشخاص اللي مهمين بالنسبة لي هي ستي أم الوالدة، كنت حابة أني أنا أقول لها الخبر وهي في جدة، فطلعت على الغرفة جلست على السرير اتصلت على العمل وطلبت يوم إجازة وأخذت تذكرة من الرياض لجدة بس عشان أبلغها هذا الخبر العظيم.